اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هاخدكم في جوله علشان اوريكم الكتب اللي اشتريتها من معرض الكتاب. يلا بينا نبدا علشان نشوف اشتريت ايه. تعالوا الاول نبدا بالكتب وبعد كده اكلمكم عن الروايات. اول كتاب معايا هو كتاب تاريخ العرب العام، امبراطوريه العرب، حضارتهم، مدارسهم الفلسفيه والعلميه والادبيه، للمستشرق لويس ايميلي سيديو وترجمه عادل زعيتر. كتاب عجبني قوي، جبته من المركز القومي للترجمه، حبيت انه يكون عندي في مكتبتي. الفهرس بتاعه كمان في مواضيع كتير جدا، زي انه بيحكي عن جغرافية بلاد العرب قبل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مولده، وحالهم وقت ظهور القرآن، والصراع بين بني أمية وبني العباس، وهكذا عناوين ومواضيع كتير حابة اني اعرف عنها اكتر. كتاب عبودية الكراكيب، كيف تتخلص من الفوضى والطاقة السلبية في حياتك، تأليف كارين كينغستون من دور داون. الكتاب ده سمعت عنه ريفيو كويسة وكانت مرشحاه بوكتيوبر انا بتابعها اسمها نضال، حابة اقراه جدا عشان انا من الناس اللي بتكره الفوضى والكراكيب، عايز اعرف ازاي الواحد فعلا ممكن يتخلص من الكراكيب في حياته. الحلو انها مصنفاهم وعملهم انواع، فهنقرأ ونشوف الكتاب بيقول ايه. كتاب فن التأثير في الآخرين لباتريك كينج، برضو من دار داون. الكتاب ده كان من ترشيح البائع يعني هناك في الدار لما اشتريت منه عبودية الكراكيب وكتاب وهم المقارنة، فقال لي ممكن ارشح لك الكتاب ده علشان يعني تكملي المجموعة، وكمان علشان كل ما تشتري اكتر الخصم كان هيكون كويس. فبصيت على الفهرس بتاعه لقيته كويس فاشتريته. كتاب وهم المقارنة لريتشل كروز، من الكتب اللي عنوانها شدني جدا وكان من الكتب كمان اللي كتبها في لستة مشتريات المعرض. الكتاب مش بس بيتكلم عن انه مش لازم نقارن نفسنا بالحوالينا واننا حلوين كده زي ما احنا وان انت احسن من غيرك، لا، كمان في فصول بتتكلم عن العادات المالية والتعامل مع الديون والانفاق، وان المواضيع دي بتهمني جدا فعجبني واشتريته. الكتاب ده برضو من دار داون. كاتبين نبذة عن المؤلفة وكاتبين نبذة عن الكتاب. ولما اشتريت من عندهم الثلاث كتب دول ادوني النوت بوك الحلوة دي هدية مع الكتب علشان اخطط فيها ليومي، ودي كانت من الحاجات اللطيفة جدا اللي بسطتني. كتاب الصراع بين الإسلام والتأسلم لدكتور رفعت السعيد، جبته من الهيئة العامة المصرية للكتاب، من الكتب اللي لفت نظري عنوانها بغض النظر عن توجه الكاتب والأيديولوجية اللي بيدعمها، واللي أكيد ملهاش علاقة برضو بتوجهي أو وجهة نظري، ولكن أنا حبيت أعرف فكرة الكتاب. كتاب على الجسر بين الحياة والموت لدكتور عائشة عبد الرحمن أو بنت الشاطئ، من كتب السير الذاتية اللي حبيت انها تكون عندي برضو لانه نوع مختلف من الكتب ما قرأتش فيه كتير قبل كده، حبيته وجبته من الهيئة العامة المصرية للكتاب. وانا كمان بحب عائشة عبد الرحمن ككاتبة وصحفية، فحبيت اعرف سيرتها الذاتية، وحسيت انه حاجه كده من ريحه تلبيب الكتابه لصفينوز كاظم وهي كاتبتي المفضله. كتاب المراه الفرعونيه لكريستيان ديروش نوبلكر، وهي من علماء الاثار الفرنسيين ومن ابرز واشهر علماء الدراسات المصريه القديمه. انا كمان بحب العصر الفرعوني جدا والتاريخ الفرعوني، وحب اعرف كتير عن حياتهم، يعني كتاب جذبني جدا.
الكتاب كمان كونه بيتكلم عن المرأة فكان حاجة بالنسبة لي منتهى الجمال اني اجيبه واشتريه، وحاسة انه هيكون ممتع وجميل بالنسبة لي. الصور اللي فيه كمان عجبتني قوي، صورهم جميلة. انا كان نفسي اعيش في العصر ده قوي قوي قوي. تعالوا كمان نشوف جبت ايه لبنتي. جبت لها القصة المصورة دي بعنوان الأميرة عليا والسيف المسحور. جبت لها كمان 3 كتب تعليمية كده او 4 تقريبا. واحد بيتكلم عن جسم الإنسان ومعلومات عنه، وكتاب التاني بيتكلم عن الموارد الطبيعية، وكتاب كمان بيتكلم عن المملكة الحيوانية. هو أغلبه صور وفي معلومات، طبعا هي أكبر من سنها. جبت لها كمان كتاب عن الأحجام والقياس. الحقيقة أن أنا مكنتش عارفة أشتري لها إيه بالظبط. كل اللي كنت عايزاها تعرفه هو فكرة المعرض، بعد كده هي تختار الكتب اللي هي حابة تقرأ فيها. يعني مكنتش حابة أفرض رأيي عليها وأجيب لها حاجات هي ما تعرفهاش، فعشان كده حاولت اجيب حاجات محايدة. جبت كمان كتاب عن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، للكاتب عبد التواب يوسف، وهو كاتب ومؤلف مصري ورائد من رواد أدب الطفل في مصر والوطن العربي. اشتريت الكتاب من الدار المصرية اللبنانية. بيحكي عن حياة النبي في طفولته، كل الأحداث اللي حصلت معاه لحد سن الشباب بشكل قصصي وصور ممتعة. فكتاب جميل الحقيقة. نيجي بقى للروايات. أولا هكلمكم عن الروايات المترجمة. جبت رواية الكوخ الهندي المترجمة من الفرنسية إلى العربية. رواية اسمها عجبني، وعجبني كمان النبذة المكتوبة عنها، وهي فكرة البحث عن الحقيقة والعلم، وحسيت ان هي هتكون رواية حلوة. جبتها من المركز القومي للترجمة. رواية عدو البشر لمولير، مؤلف المسرحيات الهزلية او الكوميدية. والرواية دي واحدة منها، جبتها من الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومكتوب في النبذة عنها انها قدمت باسم المصيبة على المسرح، فلفتت نظري وحبيت اقرأها فاشتريتها. رواية اوديب ديسيوس ترجمة طه حسين. فاكرين الفصل اللي كان بيتكلم عن أوديبة ملكا في كتاب طه حسين الأيام، اللي كان بيحكي فيه لبنته عن أوديب اللي بيفقع عينيه وبيتعمي زي أبوها وكده؟ يعني لو فاكرين القصة دي، هي دي بقى أوديب اللي كان بيتكلم عنها طه حسين مع بنته. فحبيت جدا أني أقرأها، ورب ما تكونش كئيبة يعني عشان مش ناقصة. رواية الإحساس بالنهاية من أشهر روايات الكاتب جوليان بارنز، وواحدة من الروايات الخاصة بسلسلة الجوائز اللي هي بتصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. سلسلة بتهتم بالأعمال الأدبية العالمية المترجمة اللي حصلت على جوائز مهمة والكتاب مهمين. عجبني قوي النبذة عن الرواية، والحقيقة أن السلسلة كان فيها روايات كتير حلوة، لكن الميزانية تحكم يا أصدقاء. بقى للروايات العربية، رواية ليس الآن لهالة البدري، ولفها عجبني جدا، وحسيت انها بتتكلم عن الأمومة كده، فأتمنى تكون ممتعة زي ما انا توقعت. الرواية اللي بعد كده رواية آتن من الجنوب ليوسف الريحاني، كاتب مغربي، وهي رواية مسرحية بتتكلم عن الهجرة والشخصيات المغربية، فحسيت ان هي برضو هتكون ممتعة جدا، وهم في خلفية الكتاب كاتبين عنها كلام كويس، فان شاء الله تكون حلوة برضو. رواية عظيمة يا مصر وعشر قصص اخرى لعبد التواب يوسف ايضا، اشتريتها من الدار المصرية اللبنانية. اعتقد ان هي بتتكلم عن ثورة 25 يناير.
بس كده، دي كانت كل حاجة عن مشترياتي من معرض الكتاب. قولولي في الكومنتس ايه الكتب اللي لفت نظركم وحابين تقرؤوها او حاسين ان هي هتكون حلوة ومفيدة، وايه الكتب اللي حابين اكلمكم عنها في اقرب فيديوز هنلخص فيها كتب. يعني هو انا حاليا بقرأ حاجات تانية، لكن اول ما اخلص ممكن ابدأ في اي كتاب تختاروه ونناقشه مع بعض. واخيرا شكرا لكل حد بيشوف الفيديو للاخر، واشوفكم على خير في فيديوز تانية قريب، والسلام عليكم.